محمد استاذ ابراهيم طبعا اشتغلت معاه سنين طويله و يعني كان عمل حاجه مهمه جدا للاهرام، طور المؤسسه وكان انسان جميل الله يرحمه، وكان بيحب الرياضه كمان جدا، وكان متابع كل حاجه صغيره وكبيره في الرياضه، وكان بيهتم بيها جدا يعني الله يرحمه، كان صاحبي كبير وانسان كان كبير الله يرحمه.